عندكم في اي هيرب اول مكمل راح اتكلم عنه هو النياسين فلاش. بليز يكون نياسين فلاش مو بدون فلاش. فلاش معناها انه راح يسبب لك احمرار في الجسم 20 دقيقة كأكثر حد، بعدين يروح والاحمرار ما من خوف. طبعا انا ليش اعتمدت هذا الفيتامين وليش انا الان اول واحد راح اتكلم عنه، ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا محمد الكيلاني مكمل النياسين بي 3. مو طبيعي، مو طبيعي في تدفق الدم، مو طبيعي في تجدد الخلايا، يعني ماني قادرة صراحة أوصف لكم نتائجه. النتائج اللي يتكلم عنها محمد الكيلاني، طبعا هذا شيء ثاني هو اللي خلتني أشتري المكمل واعتمده، لكن أنا بقول لكم نتيجة أنا شفتها في نفسي، صفاء الوجه. أوه واو، يعني يخلي وجهك، إذا أنت وجهك مليان حبوب فهي تقل طبعا بعد مدة، تقريبا بعد مدة لاحظت هذا الشيء. يعني أنا ما أخذت لأجل فائدة صفاء الوجه، أنا أخذت لأجل الفوائد الثانية اللي من خلال تدفق الدم اللي هو راح يسويه في الجسم. لكن أهم نقطة أنا شفتها وأشوفكم أنكم تشترونه أصلا حتى لو عشان هذه النقطة، هي صفاء الوجه. مو طبيعي تقومين يوم من الأيام تشوفين وجهك كذا يلمع، وجهك كذا صافي بدون كريم بدون أي شيء، وجهك سبحان الله كذا جميل. هذه أهم نقطة في النياسين اللي أنا بنفسي راح أعتمده يعني معاي طول الوقت، عشان بس يعطيني هذا اللمعان اللي في الوجه والصفاء اللي في الوجه، يعني مو طبيعي. طبعا اللي يبغى يشوف فوائد يدخل على محمد الكيلاني ويكتب النياسين محمد الكيلاني. طبعا ما حد يعني يقدر ينكر فوائد بي كومبلكس بشكل عام، يعني مكملات البي، لكن خاصة البي 3 اللي هو النياسين فلاش. أنا عن تجربتي انفجار الوجه الجميل، لمعان الوجه، ويزيل لك الحبوب، خاصة إذا كان أنا من النوع اللي إذا جت الدورة الشهرية تطلع الحبوب بشكل كثيف كثيف كثيف، فهذا الفيتامين ساعدني بشكل قوي عليه. فأول فيتامين راح أتكلم عنه في جروبنا هو فيتامين النياسين.